السلام عليكم، هيثم هذه السماع. نهار وسيرت باش اكون مشارك فيديو مازال عاد قنا عاد كثر دات النير اذي تجا السحر نهارك اذي تزام يمش حد السحر اذي تجيب ذن هاو النير يغاد جل علاقيك الجين السحر يتجان نبناذم اذي يحفظ صيد ربي العالمين وها وربدان قار حسبي الله ونعم الوكيل ذكو ذانا يترح نغي صحان يتامنن زك صحان باش هذا الجن هاي استمغاث يعني باش هذا الجن يعني تدعث ما مش تكمل ونهارا نزلكم مشاركة يتمذي السماء اكيد يتزامج العادات وكني وجه اك الراقي ابو ادم اك فيديو الى قمت كذا كان قار اللي لك ذيني ذي التعاليق نوم حازا وانت ماشي تقين طلصا ما وانت ماشي تقين فوتواني تدير سوبيرا ماشي ثقيل البقايين الصابون الاجساد ما يمي بالضبط الاجساد بقينا البقايين الصابون الاجساد ندير مشت على ندير مشت ماشي ثقيل قاصني يودانا حسبنا الله ونعم الوكيل قيو التجارات قد طنط شحال يودان توغا تشمات تبقى طحن غناضة قال اسمي تا ودي ماش غراقي ما تا ودي ماش غراقي هادوري ترى تجارات تنضى الاخيرة اش ديوا بها العالمين باذن الله عز وجل الذي تراغي تسجل باذن الله خاصني ودانا بماركة ينش ديني تغيما ندير قهوة ترزع نظام الزمن قمو والميساج يور اش قاسم حسب الله نعم الوكيل يوداني وزونا تسمو لي كارت قال اش راقي اسحاق نتا داف وشكر الله الله خير المكان ايا ما تقد دير مراوغات ماني شغيل صدقتي يا اخي غير ابطالي ماني ان شاء الله اسحاق باذن الله عز وجل تتنكاروت وبالنسبة للتداث الاخ احمد اللي صوا يموشاني جا تما نفذي سنتقال الامور راسني جنا 10 ايام ان شاء الله المهله رخو هاد غندي تدا نسن ما راه وقعوا اي اذيه ولا اي شيء اللي قاعد الاخ احمد الباب نتا داف بوجه مكشوف تا يغيك النداء اخواننا تساعد وديني بوش الشخص لا ديال الخارج ولا زي الاعيان قبيله ما مش قاني هنا ولا دي شال المسؤول دابا بنت داتي تقول كونت نص نومرو تيليفون يعني ما سيد الصفه واحد الجدار وسيتم فسخها باذن الله من طرف الرقي الذي كان سبب بعد فضل الله عز وجل كان سبب في ايجاد كميه هائله ومختلفه الاشكال العثور عليها من الجدران والبيوت وكذلك من الجدران خارج البيوت. غنوريو لكم حاجه بالحاجه خوتي العزاز كما كتشوفوا هذا كفن هذا كفن لا حول ولا قوه الا بالله وهذا لا ما عرفتش شنو هذا شوفوا هذا عاوتاني لا حول ولا قوه الا بالله هذا حجاب مكون من طلاميص وبصمه يد الام وربة البيت شوفوا لا حول ولا قوة الا بالله هذه هي كمية الاسحار المتواجدة وهذه الصور تعود للافراد العائلة فرد فرد كما كتشوفوا معايا فرد فرد لا حول ولا قوة الا بالله وهذا التراب التراب هذا لقيناه في هذه القرعة هذه التراب الرمال ديال القبور وشوفوا كمية هائلة ديال صابون الجسم التي تم العثور عليها داخل الجدار وكذلك كمية هائلة من الأشعار أو من الشعر شوف لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يفلح الساحر من حيث أتى وشوفوا هذا المسامر اللي كاينين مجموعين في هذا الميكي هذه لا حول ولا قوة إلا بالله هذه السماء أقيم من ذوم القاف حظاف من الجنوم بالنسبة وغاد جشن الصابونة في حظة وغاد جشن وارونسة في حظة وغاد جشن حشت من ما من ما جنس في حظة من نار صحان تحن غاش نحوش تاقذينت كسين مثلا الصابون اكسياش يعني روكس خنش مثلا قوتشية اكسياش روكس خنش مثلا يعني غشواف اكسياش من يتجنش النش من ميضا وقع حظة في خفنم الا كنت نوجهك فيديو غتكمرم قال الله العامي الا دقه خطاره يتم هذه السماء مانايا
اما صوات نزل اذا انت ذي النواحي النظر ارمي نزل مين يوقع عندي بويا فاع ذور نزار ثدا تكاذي ستمسيا التصميم ذا مازال عاد واتيقا التصميم ذا قانص الرقيقة الشك يسحر رق انت الداف ولكن منايا ان بعض الظن اثم بنامي خسويتك بالظن قباش الدرمض بنادم واياك واياكم واياكم الدرمم شن الجن مش مقا بنام صور وخر رقي ومش مقا بنام الظلمات الظلم يوم القيامة ظلمات هاي تما ذي سمكني وجه الكمر الفيديو اغمد نعقب عاو سيد بيك 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 ناقش قد شيء ثن مش تورم قد شيء ثن بيك استعمالي ثنت الاب انسان داني تصاحب المنزل وكذلك تم العثور عليها داخل الجدار وهذا الخيوط العقد فيهم عقد كثيرة سيتم فسخهم كذلك بإذن الله تعالى خيوط بزاف مجموعين كل واحد لقينا في بلاصتو بلاصة بوحدها وفيه العقد بزاف وبكثرة ليكون في علمكم أن هذا الشعر هذا الغريب في الأمر لقينا فيه حتى الشعر ديال الخلق الأطفال الرضع الخلق الشعر ديالهم ومربوط بواحد الخيط رقيق وصغير تم فسخه بإذن الله يعني أشوفه تغذيس حتى يشوف يحنجاني مزيانا يعني الخلق وش من عنج الكمية وش دنت سوفيرو اثنين الكمية تشوف إنوفا أن الخلق شدنت سوفيرو مش تورا عاوديت مدي السماء أعرض ملابس وخاصة ملابس الأطفال الصغار كما تشاهدون هذه تعود لطفل صغير ومع العلم أنهم لا يتواجد عندهم الأطفال ما عندهمش الدراري الصغار أو الأطفال في البيت شوف وهذه كما كتشوفوا مش تورام وانيتا وضبط ستيلو انتي التاوين رميس سقسيج الاخر خوعاذ وثيران يوفى يعود الزوجة نسيت اخو زين اقشوني انتي التاوين رومي خاصي سقسيج خوعاذ يوفى من اهل البيت توي والدارس وانيتا هو هيد زقوم يمرشيش احمد رمي بن احيد 2012 برميش نزوجة نشا احمد وانيتا من مي هيتيوي؟ 2018 من مي تفقد؟ عامين سكامي مهم قطاع من الأقمشة شوف وين تقضى القطاع القطاع زي الأقمشة الملابس وكذلك زعما شتو راه ميثمر السماء بحكم عاود الإخوان مرة خدم الربحة وفي رش فيه عقود مش تورم فيه عقود سيتم إبطاله بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله مهم هاد الشي راه بزاف وكثير بزاف شوف قطع الأقمشة المستهدفة فيه الأصحر خيوط لا حول ولا قوة إلا بالله كمية هائلة إجل كمية ثم غاسوطس إفيران وبعض النقفور مش هنقفور زقينا أربعة نقفور وهنيران بطن الأخت أربعة النقفور لا حول ولا قوة إلا بالله المهم إيه مدي السماء الكمية مش تورم الكمية ثانية الكمية ثانية زوات تم فسخها وحرقوها بإذن الله ثاني تلك الكمية واثنين سيتم الرقيق فسخها بإذن الله وحرقه ونتذرعو الشنية مش تورا عربي أنه يجي تغث داخل جدار ذي البيت سنج ذي المنزل ذو ذو يعني ذو تكون تمسير تكون تمسير وكان شي وذن قد تدخل وقت مهجورة شكال أحيان ما تمنيك دوزيا شكال ما تمنيك طابق العلوم ما تبني ديريك ني طوط ديري ديري ها ديري وذان سيدي انا ش سيدي شنو على شط وتين ديني وذان انا شتدست وقت مهجوره يقوب عن عم صوت قيمه شنو مهجوره لا والو تبنى ديري تونس واش ديري الله جات حارش ديريكت يعني الفينيسيون يعني جزء لا يتجزا بين الكميه اللي انا قصد هذا يعقل انه بنادم هذه كوانيتا باش نحيي خليه يستعمل حاجه واني تمشيتي كين
طال سما وانت ماشي تيكيل فوتو وانت تدير سوبيلا ماشي تيكيل البقايا الصابون الاجساد ما يمي بالضبط الاجساد لقينا البقايا الصابون الاجساد دير مشت على ندير مشت ماشي تيكيل قاصني يودانا حسبنا الله ونعم الوكيل لقيو التجارة تقطنط شحال يودان توغا تما تلقى طحن غمازه قال سما تا ودي ماش غراقي ما تا ودي ماش غراقي هذولي ترو تجارة تنضل اخينا باش دوا بها العالمين باذن الله عز وجل الذي ترى غير تسجل باذن الله تصني ودنا بماركه مش اللي ني تغي ما ندير قهوه ترزع نظام الزمنه قمو والميساج هو اش قاص نحسب الله نعم الوكيل يودني وزونا تسمو لي كار قال اش راقي اسحاق انت داف وشكر الله الله خير المكان اي ما تقد دير مراوغات ماني اش غير صدقتي اخي راه نبطل ماني ان شاء الله اسحاق باذن الله عز وجل التنكاروت وبالنسبه للتدات الاخ احمد اللي صوا يموشاني جا تما نفاذي سنت كاز الامور راسني جن 10 ايام ان شاء الله المهله رخو تزدغني تدات نسن ما راه وقعوا اي اذيه ولا اي شيء اللي قاعد الاخ احمد باب التدات بوجه مكشوف حتى يغيب النداء اخواننا تساعد وديني بوش الشخص الذي الخارج والذي الاعيان قبيله ما بشق قاني هنا والذي شال المسؤول دابا بنت الدات تقول كونت نص نومرو تيليفون يعني اسي جا الصفه واحد وهذا مين غتقش هذا ومين عز اسي جا الصفه واحد اسي جا الصفه واحد ما يتم هذه السماء الباب نتا الدات غيقول كونت نص تغي فرنس فيديو وتجيبو ما مش تقنب عام مش اصلا قانشين استغل الفرص قا حقا واحد قال مبادره او واحد نجمع ازينه في كدي جيب زين هذه دي السكيبه نتا الدات شوف هاي تما دي السماء واللي خصنا دي عاون هذه قرخه في سبيل الله غادي ني باب نتا الدان وغادي ني بو لايفات وغادي ني بو شي نجن تما غادي استغل ما مش استغل التصميم وغادي ندير لايفات ما حنا تجمع ني خفنسن موجود اللي استغلال موجود اني استغلال ماني غادي تما دي السماء الى نكمل لك فيديو غادي نعقد عاود هاي تما دي السماء غادي ني راه تدات سكوم 100 دور سكوم 200 مليون 300 روح غير تدات مش واخا راقي ادخل غادي مانايا انه مصائب قوم عند قوم منافعهم وتسقسي ذو ذنا ماشين ماسوين ما ياضم دغياش دغيا المهم لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل انتاجو من غني كيجي الطرف المغني نهار يجب ذا يما المباشر وغادي يسير في نيودان زينين بارونيتا زاوضين زبردي هانيتو باش مره يجب ذا يما قسمهم سليامي يا بالله يما تعدو القانون مره غادي نصيف القانون خدني ديال الامور نغني السلام عليكم انا سي بوزيان تقيم زيتين ونحن نشوف نشرح فمن درتي الزيتين ديها بوزيان يجنوا فيت داخل الجدار حضرت تن هذه تري ما وصل الميت انا تسقى 11 متين انا مني ابو زين شتو راه يجن زيتون ومنو فيت الجدار على اخر الاحيان ديما وصل الميت تكاب كاينه منو في القطع الشفن وما فيش زياده تي ما وصل الميت لو في ذواني تاياش يعني ماء غسل الميت ما حول ولا قوه الا بالله ولا يفلح الساحر من حيث نسال الله عز وجل دي يفسخ مره منيه ان شاء الله باش سيدي ربي يفاجئ غادي يفتح حق الاخوان غادي يدير مليح الحياه نسن يعني الكميه الاصحاري جانوا في الثاني تاع يجي الكميه هائله لا تصدق يجن الكمية سيدي ربي العالمين ثاني تتوغا تيجن فتيحات خير توغا تيجن فتيحات خير الله سبحانه وتعالى يقسن السبب الحارق يزي غا كتشف المرة الكمة الهائل الأصحاري جات تما من دومين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيتم فسخه بإذن الله الحمد لله تسمى نيوض غايج المرحلة تسمى صافي استخراج الأصحار مرة كمرنت وتوي قيمي النض شتو راه مقاومين ديها يقولني اذا كاع يجيو ميساجات في الحيوط كيجي يجيك ميساج مكتوب في الورقه شي ما كيام ما كيصدقوش بنادم هادشي انا عشتو شفتو خير دليل على الاخ اللي كاين في الحسيمه كيجيو رسائل مكتوبه مع الربعه خرج من الدار ما تخرجش من الدار من الربعه كتشعل العافيه وهادشي راه كان حتى هو دار المساطير القانونيه وداك الشيء ما لقاولوش الحل ولكن مشينا للدار كيكون التصعيد درتي الرقيه كيسجد كيصعد معاك راه هادشي هذا في الاول علمت الاخ محمد قلت له راه غادي يكون واحد التصعيد كدير الرقيه وترش الماء الرقيه وتعطي انذار ثلاثه نديروهم ثلاثه
بزاف الناس كيقول لك الجن ما كيتشكلش، واخا حديث صحيح. الصحابي الذي كان حديث عهد بزواج، يعني الله تزوج، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اذهب، يعني غيمشي لعند الزوجة ديالو ويرجع. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ رمحك خشية يهود بني قريضة، يعني قال له هز السلاح ديالك خشية يهود بني قريضة. فلما ذهب رأى زوجته عند باب الدار، يعني لقى الزوجة ديالو حدا الباب ديال الدار، من شدة الغيرة من الزوجة ديالو تخرج حدا الباب، أخذ رمحه كي يصب، قال قبل أن تصوب رمحك نحوي ادخل وانظر ماذا في الدار. فلما دخل رأى ثعبانا كبير، هذاك الناس اللي كيقول لك الجن ما كيتشكلش، الحديث صحيح. فلما رأى ذاك الثعبان قتله، فقتل هذا الصحابي قبل أن يقتل ذاك الثعبان، وهذا من العمر. وكاين الناس القدامين كيقول لك كان كيخرج واحد الحنش كبير كيشرب الماء كيرجع ما كيعرفوش يمشي، هذا من العمر. يستأذنوهم ثلاثة، لكن كل عامل كيكون من الأفاعي يتشكل على هير الأسود، يتشكل على على هيئة الإنسان. في الأول 10 سنوات وأنا أنكر أن هذا الشيء يتشكل على هيئة الإنسان، لكن رأيته بأم عيني، ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة، ولكن فيهم فئة قليلة التي يتشكل بصفة الإنسان. وهذا الشخص هذا اللي كذلك هو مثال، نحن ما بغيناش نخوفوا الناس ونديرهم الترهيب، ولكن هذا يستوجب علي أن نبينه للناس. لأن كنطلقوا حنا دابا حالينا الأخ أحمد، هرسنا الحيط هرسنا البيلارات كنجبدو كيقول لك كذاب ودجال، كيمشي هذا الصيف هذا كيمشي يعني عند السحار كيهرس له البيضه كيقول له السحور ديالك، كيقول له لا اله الا الله. حنايا مشقفين كاملين بالسيكاتريسات كيقول لك لا انت درتي اصلا. هو شوف بحث البحث ان هذا الشيء هذا دق ناقوس الخطر، خصك تمشي تبحث عليه. العجله كدور تقدر تصاب الزوجه ديالك المراه ديالك خد ديك، تعرف بعض الوسائل كي كدير هادشي علاش كنبينوا للناس. ما تعيطليش انا تقول نعيط الراقي، اسيدي انت حقد على الراقي، حنا وريناك المراحل العلاجيه، دخلنا للبيت قرينا عليه نط العافيه درنا ما الرقيه رشينا كنبين لك هادشي هذا باش تستافد. ان الشيء هذا في الاول شوف مشينا جبدنا السحورات في الاشجار، مشينا للغابات، مشينا لكذا، ما نبينوش للعوام حقا غتخلع الناس. ولكن اضرام النار بزاف الناس كيقول لك واش بغيتي تبان اضرام النار في البيت راه عليها 10 سنين الحبس. محمد وخوه مشى ينعسوا في الدار اللي انا بقيت في السياره هنايا، شعلت العافيه في الدار شعلوها الجنوب، جاوا رجال الامن مشكورين بهذا المنبر. شكون شعل العافيه؟ شعلت بوحده. شكون كان هنا الراقي؟ واش غادي نقول له انا الجن ولا كيما قال لك واش ندير لك الجن المينوت ديال المينوت للجن ولا كيعرفني انا اللي كنت هنايا؟ واش غادي يعقل عليا محمد ولا احمد؟ الانسان شوف ملي كيكون القضيه اضرام النار ضروري خص الانسان يكون كيعرف، يعني واحد المساله فيها تمرد الجن على البيت خصها توثيق، خصها توثيق. شكون غيعقل عليا انايا؟ شكون غادي يعقل عليك؟ دابا راه قدر الله مرة كبيره جات دير عندك الرقيه وقدر الله عز وجل وقف لها القلب في العتبه ديال المحل ديالك، غايجي ويقول لك راقي قامه تا 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 10 سنين ما حيدالكش الطبيب. هادشي هذا لان حنا الميدان ديال الرقيه غير مقنن، وراه ما كيدافع عليه حتى شي واحد، يعني الرقي عرضه للخطر من الانس والجن. خير دليل هادشي هذا اللي وقع في الدار، حنايا مقاتلين مع الجنود لداخل ما عرفش شحال من طيحه، قال لك اسيدي كتمثل الاخوه، المهم عندنا هذا لا يهمني. دائما كنقول واحد المقوله، وما يضر السحاب نبح الكلاب اعزكم الله، يعني مساله واضحه. وهذا الشيء اللي درنا في هذا المنزل هذا ما هو الا تبيان للناس، ما تعيط لا الراقي لا والو. عندك القدره ترقي يا سيدي حسد مصحف ورقي، يعني الاستفاده استفد، هز مصحف ضربك بكاس هانيه كمل، نوض دير بيتادين ورجع اقرا، قلبك نوض دير الماء الرقيه ورجع اقرا عادي. وهادشي اللي درنا حنا راه بينا العوام باش الناس تستافد ديروا لديورهم. لا اسيدي ما تعيط لذاك الراقي، دير هادشي هذا دير بينا لك المراحل. دوك الناس اللي كيقول لك علاش كيديروا لنا التخويف وكيخلعوا علينا ولادنا، ايوا دابا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانوا معنا كانوا غيحاربوا هاد الناس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول اذا حل هذا المغرب لموا صبيانكم، جمع ولادك وخمروا انيتكم، يعني عندك شي كاس القهوه كدير عليه الغطا، فحينئذ تنتشر مخلوقات الله في الارض. ايوا خصنا نقولوا يا رسول الله انت كتخلع علينا الاولاد، ما تقولش كينتشر مخلوقات. لو كان رسول الله معنا والله لحاربوه هاد القوم اللي هنايا، قسما بالله العظيم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي معنا يرزق لحاربوه، يعني باش نكونوا واقعيين. والرسول بارئ من هذه القوم. المهم على كل حال من هذا النوع نتمنى من الاخوان يكونوا استفدوا معنا في المرحله هذه ان شاء الله. وهذا الشيء هذا اي حاجه عنده العلاج، الشفاء في يد الله عز وجل، لكن نلتمس الاسباب الشرعيه. راه بزاف الناس عيطوا له، اعطيني السميه ديال امك، اعطيني السميه ديالك نقول لك شنو عندكم تما، هذه مسائل شركيه. غادي نقول اسم من يماش، اسم من باباش، مرمي تخرقات، مانت البرجي غاك، ارض النش، هذا يسمى بالاثر. ان الساحر يعتمد على امرين اثنين، السحر السحار كي عنده جوج ديال القواعد، عنده سحر طلسم وسحر
الكواكب والنجوم. سحر الطلسم يعتمد على الاثر. غادي يجي عندي محمد غادي نقول له جيب لي التريكو ديالو، السروال ديالو، الاسم ديالو، الاسم الام ديالو، شي حاجه ديال العرق ديالو، بحال هاد المسائل اللي كتشوف. هذا يسمى سحر الطلسم. سحر الكواكب والنجوم يكفي اسم هذا الشخص، واخا ما عارفش الاسم ديال امه يكتبون حواء لانه ينتمي الى امنا حواء. بزاف الناس كيقول لك علاش السحر كيقول لك اسم الام وعلاش ما كيذكرش اسم الاب؟ لان القارن الانسان موروث عن امه، يعني ملي كتزاد انت القارن ديالك موروث عن امك. السحر كيقول لك يقدر يقول لك شي حوايج وقعوا من قبل انت كتصدقه وكتعطيه الولاء ديك الساعه، صافي كتقول هذا راه مجهد، هذا راه قال لي شنو وقع لي وما كيعرفنيش. وانت ملي كتكون قبل ما تدخل عنده يستعين بقارنك وكيعطيه معلومات ديالك. القصة نعطيو دائما كنهضروا نعطيو الدليل، قصة الحجاج. الحجاج ذهب عند نفر من السحرة قال لهم انا اعلم الغيب، هاد السحرة. فقال لهم الحجاج ما دمت تعلم الغيب هز واحد الحفلة من الحصى واحسبها. واحد قال كم بيدي؟ قال كذا وكذا. قال له صدقت. لماذا قال له صدق؟ ان عندما كان يعد هذه الحصى قارنه كان ينصت فاعطاه العدد، رماها وحز واحدة اخرى وما حسبهاش. فقال له كم بيدي؟ قال له وما لي اعلم. ان القارين كيكون عنده واحد الكونتاك مع الساحر الذي يستعين بالجن. ودوك الناس اللي كيقول لك راه عندي الجن المسلم، ما كاينش الجن المسلم كيعمل مع الرخي، كذب عليك الكاذب. اتحدى اي شخص كيعمل مع الجن ويقول لك انها مساله شرعيه، وماشي يقول لك سليمان عليه السلام هذاك راه سليمان لكل نبي دعوه مستجاب ربي هب لي ملكا لا ينبغي احد من واحد ما كيعرف حتى يتقلو وضو كيقول لك عندي الجن المسلم. ما كاينش جن مسلم، هذا يستعين بالشرك، يعني يذبح لغير الله، ينجس القرآن، يفعل أمور شركية حتى يستعين بالجن لقضاء حوائج تلك ذلك الشخص. أنت راقي شرعي كتستعين بالجن، إذا القرآن حنا ضربناه في الحائط. لا بنادم خصو يتوعى، خصو وسائل التوعية في هذه المسائل هذو. دابا حنايا بعض المرة كنمشيو بعضنا نسمع خطبة كنلقى كيهبط على الراقي. نمشي لشي حفل زفاف ديال الأصدقاء كيضحك الناس على الراقي. السحار أنا ما عمر شفت شي واحد كيهضر على السحار أو كر السحر والشعوذة اللي اكتسحت المدينة. دابا راه الناس كي دابا في القديم كان السحار كيمشي للجبل، كيمشي للخلا، دابا كيمشي لسونتر فيل، كتلقى دونتيس منتظر السحار من فوق، كيقول لك راه كيدير الدواء، شنو الدواء كيدير؟ عنده شي مكبر صوت؟ لا ما عندوش. ملي كيجيب الضحايا ديالو من الأسواق الأسبوعية، كيدير قيطون، كيجيب الأسواق الأسبوعية، كيعطي كارت فيزي. وعندما كتلقى ديك الورقة مكتوبة، وعندما تقفون على أمور أخرى ستجدونها، شنو هي الأمور الأخرى؟ هي الأمور الأخرى، السحر والشعوذة. الراقي مش كون واضح، لأن وسائل التوعية ما كايناش. ومني كتبين هذا الشيء هذا للناس كيقول لك هذا الشيء ما كاينش. لا اخص من معرفه الشيء اذا علمت شيئا غابت عنك اشياء. بنادم خصو هاد المساله هذه دابا هذا الشيء اللي خصنا بنادم نحاربه. من السحر والشعوذه اكتسحت الكثير. بزاف حتى انا ديال المنتقدين كيقول لك ايوا العلم ما كايناش، لكم كانت كره ضربات رونالدو. علاش الجن العاشق كيسكن في فاطمه بنت العربي وما كيسكنش في جاكلين؟ فاطمه بنت العربي ساكنه في مجتمع اسلامي فيه الاذان، فيه الاذكار، فيه الصيام، فيه القيم. الجن اللي فيها كيتاثر بهذه المسائل هذو كتمشي عند راقي شرعي. هذيك الليل كتسكن في واحد المحيط فيه لا اذكار لا هم يحزنون، يعني لا يتاثر هذا الخادم بجسده. وشحال من واحد جا عندنا هنايا كيكون مقيم بالديار الاوروبيه يعني بجنسيه اخرى وكيتقال له اللحم كيتصرع مع انه كيكون هذه الاعراض عنده كيلتجئوا للطبيب النفسي بسيكولوج او بسيكاتر. حنا ما كنذكروش المساله النفسيه، ولكن هناك كثيره اعراض نفسيه واعراض روحيه واعراض طبي عضويه. كاين المرض العضوي بوحده، المرض النفسي بوحده، المرض الروحي بوحده. دابا راه كاين واحد المرض بزاف الناس هنا كنشوف بعدا ماشي كنتهم الرقاق، كاين بزاف كيكون عندهم ليبيليبسي معروف بالصرع. شنو كيدير هذا الشخص هذا؟ كتلقاه كيطيح كيطيح كيتعوج، عينيه كيتقلبوا، كيعض اللسان ديالو، كيبقى يترعد. الا شتيه تقول فيه الجن، ما فيهش الجن، هذا ليبيليبسي الصرع، كيخرج الرغوه من الفم، كيجي من سيمانه لسيمانه 15. شحال من واحد مشى عند الرقاق دمروه بخمسه يطرو ديال الماء، ما عندوش علاقه بهذا الشيء. هاد الناس هادو كننجوهم الطبيب النفسي، نسير عند الطبيب النفسي. ولكن اذا وسد الامر لغير اله فانتظر الساعه. راه شحال من واحد دابا كيتعالج في الطب هو ما عندوش علاقه بالطب بالرقيه، وشحال من واحد كيعالجه الرقاد هو ما عندوش علاقه بالرقيه، خصو الطبيب. عكس ذلك، عكس ذلك. ولكن الانسان دابا كيتهجم بدون علم. راك احنا كنتمنوا راه ما فيش حد. وماذا نقول عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لو كان شيئا يسبق للقدر لسبقته العين؟ لو كان شيئا يسبق القدر لسبقته العين. الكويل لمن اشارت له الاصابع ولو بالخير. راه هو واحد يكون جالس يقول لك هذاك السيد الله عمر هذا، فهمتي؟ فما بالو دابا بزاف الناس كيقول لك انا واش عندي الرانج روفر، واش عندي الفيلا. انا قلت هذاك النهار واحد الصديق وبها نختم، الهبيل في الشارع كتضربوا العين،
واحد مصرفق عقلو طار كيربح حوايجو كيضربوه بالعين يقولوا له علي سعدات اسعدتك ما عندك لا ضريبه لا والو لا احمد لا محمد في الدار راك هاني ضربوه بالعين ضربوه بالعين الهلوك هو كيرمي حوايجو فين وحتى الموتى كيقولوا عليهم سعدتهم الموتى ما سلموش لا في الدنيا ولا في الاخره ملي كيكون حي كيسحروا ملي كيموت كيدخلوا السحور معاه في القبر فهمتي لا حول ولا قوه يلا سير على بركة الله السي بوجيان سير على بركة الله الحمد لله بقر ذاك الشيء نفسي عقل نفسي وما نفسي نفسي باش تورى ميت مالي السماء دعم الشفاء دار الرحمة العودة إلى الحياة الطبيعية الإخوان الغمار هذا نتاو أهل البيت خصني فارشي ربي العالمين المهم التاني تاع الحلقة يجي تما استخراج الأسحار